مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، نحن معكم مجددا يوم من أربيل عاصمة إقليم كردستان، وتحديدا في مسبح أكواتارين المفتوح، حيث تقوم منظمة برزاين الخيرية باستحضار أكثر من 200 طفل من أطفال الشهداء والأيتام إلى المسبح على نفقاتها الخاصة، فكونوا معنا لمتابعة هذا التقرير وفقراته. نشكر قناتكم التي تتعاون معنا في تغطية نشاطاتنا الخيرية. نحمد الله أن مؤسسة بارزان الخيرية تقوم سنويا بتقديم الدعم والعون للأطفال المسجلة أسماؤهم لدينا، ونخلق لهم جوا يسعدهم. واليوم قمنا بالتعاون مع مسبح ومنتجع أكواتارين بحضار نحو 200 طفل إلى هنا للترفيه عنهم، حيث سيتسنى لهم السباحة مجانا بالإضافة إلى تقديم وجبة غداء لهم. وأغلب الأطفال هم من أبناء شهداء البيشمركة الذين استشهدوا في المعارك ضد إرهابي داعش، لأن آباءهم الأبطال بذلوا أرواحهم بسخاء في سبيل هذا الوطن، ونحن اليوم مدينون لهم، ومن واجبنا بذل كل الجهود لإسعاد أطفالهم. أنا سعيدة بتواجدي هنا، وأقدم شكري العميق لمؤسسة بارزان الخيرية التي جاءت بنا إلى هذا المسبح، وقد قامت أيضا بافتتاح دورة اللغة الإنجليزية لنا. كانت دورة ممتعة بفضل المعلمين والمعلمات الذين اهتموا بنا جيدا، لذلك أكرر شكري لمؤسسة بارزان الخيرية. أشكر مؤسسة بارزان الخيرية التي قامت بإحضارنا إلى هذا المسبح الجميل والممتع. أرجو أن يضاعفوا من هذه النشاطات التي تدخل السعادة إلى قلوبنا. شكراً لمؤسسة بارزان الخيرية حيث قامت اليوم بإحضار أطفال الشهداء إلى هذا المنتجع. هذا الأمر أسعد الأطفال جداً. نأمل أن تتكرر هذه النشاطات خلال فصل الصيف بشكل أسبوعي إذا أمكن. وقد تم افتتاح دورات اللغة الإنجليزية للأطفال. أنا كأم سعيدة جداً عندما أرى الأطفال يلعبون ويمرحون في هذا المسبح. وحقيقة هناك أمهات كثيرات لا يملكن المال لإحضار أطفالهن إلى هكذا أمكنة، لذلك فإن مبادرة مؤسسة بارزان الخيرية هي موضع شكرنا وتقديرنا، وأرجو الباري أن يكثر من أمثال القائمين على هذه النشاطات. جئنا إلى هنا عن طريق مؤسسة بارزان الخيرية، وحقيقة إن هذا المنتجع هو الأول من نوعه على مستوى كردستان، لأنه ممتع وخلاب وقدم لنا وجبات شهية جدا، وأنا سعيد جدا بوجودي هنا، وأقدم شكري وامتناني لمؤسسة بارزان الخيرية، وأرجو أن يأتوا بنا إلى هنا أسبوعيا لأننا نستمتع جدا في هذا المكان. إنه عمل جيد قامت به مؤسسة بارزان الخيرية. أرجو من الله أن يوفقهم ويكثر من أمثالهم وييسر أمورهم. كما نأمل من القائمين على المؤسسة الإكثار من هكذا أعمال خيرية، وخاصة لأطفال الشهداء. والله بخدي أزجوان، أقدم شكري لمؤسسة بارزان الخيرية. حقيقة ما قامت به اليوم تجاه أطفال الشهداء والأيتام هو موضع تقديرنا، وقد سررنا جدا بهذا العمل المهم، ولم يقصروا أبدا في خدمة أطفال الشهداء وإسعادهم.